السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد وكل فيديو انتم طيبين. النهارده يا رجاله واحنا في سوق السعيده عيشه لكم حمتين كويسين. النهارده انا نازل ان شاء الله باذن الله امتعكم في الفيديو ده. ما تنسوش تشتركوا في القناه واللايك يا رجاله. يلا اول فيديو اول السوق يا رجاله. بسم الله ما شاء الله شو عدنا طويل يا رجاله. طيب نرجع بس مراسلات مراسلات البيض عامله كام يا حبيبي؟ حاجتك 2000 2000 ونص ما شاء الله بقى 2000 ونص. بسم الله ما شاء الله مش واخد شرب نادي ما شاء الله. احنا نازلين النهارده يا رجاله هنجيب لكم كل حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله. وادي ذكر لاحم ودي بقى الزواج يا رجاله. ايوه انا عارفك انت بتجيب ابو شاده. انا بتابعك على اليوتيوب وبعمل لك لايك. كل سنه طيب يا عم. حبيبي يا عم الله يخليك. ولا حمتين هو تواب شو اخزر بقى الشباب نادي بول السود. هو اكبر شو صفرارة هو قص صفرارة بنايدة روحنا حمتين مشاهد. تاجر ازاي الله. يلا رجاله بقى نخش قدام ونرجع تاني شويه زواجل بقى رجاله. بص البيت شلباز دول البيت شلباز بيت شلباز وزغلوله كوله دي الزواجل بقى دول الزواجل. هو لاص الزواجل بكام يا شيخ؟ لاص حبيبي ربنا يرضيك 500 500 جنيه يا حمام. ان شاء الله بزياد بقى زي ما انتم شايفين هو كل حاجه كل وحم. برضه الزواجل ادي الناس اللي كانت بتكلمنا على الزواجل في قص مفصصات دول كويسين هم. وادي قص عنب كشك طلعت يا بيه كويسين هم. شو ده قص نمس. بص النمساويات يا رجاله اللايك كده يا شباب بقى كده الله يرضيكوا عشان نعلى شويه كده معاكم مع بعضينا تمام يا رجاله. واحنا طول في طول في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله مش هننساك اي سوق بامر الله. ده سكروتات دي كويسه قوي. بص العنب الكشك دول كويسين متع عينيك كده. شوف شوف القص عاملين ازاي. بص عضمهم بص سوادهم الله اكبر. انا عايز اعرف القص المفصصات دول بكام يا حجيه؟ ب 400 ب 400 جنيه يا رب ب 1000 ونص. على برك قول لي بقى النمساويات دي سكتها ايه؟ البيت قص ب 3000 ب 3000 قص عامل 3000. يلا يا باشا دول بقى هنا شيالات. الشياله ب 5 جنيه تمام. نجيب لكم برضو ايه الزواجل ايه. ادي يا عم الزواجل اللي انتوا عايزينها الزواجل ايه. وده حام شعبي بص السوق. يلا نلحق بقى الحامتين يلا بينا. بص بقى يا اخواتي بص الجعفري ده عامل ازاي ولونه عامل ازاي. الجعفري دي تبعك يا اخويا بكام؟ عاملين كام الجعفري دي؟ 1000 جنيه الحته. بسم الله ما شاء الله ده يتقال بس اللون ده اول مره اشوفه الصراحه. بص الجعفر بقول لك الحته ب 1000 جنيه والمساوي ده ايه. بص حمتم بص سو لسه هنخش قدام بقى يا رجاله. ودي فين الخشله الكول عاملين كام يا صاحبي؟ حبيبي عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب حبيبي يابا. حبيبي اللي هو معاك من 1000
دولت يعملوا بتاع 800 900 ربنا يوسع عليك. كل ما بيعلوا تفاهم في التقليب بيعلوا بيعلوا اكتر. والسود ياسين برضه ويجي في 600 600 ان شاء الله متاعد يا دول قص اخويا المتاتور بتاع قص مع بعض كل دول الاثنين تاعي يا اخويا. انت اللي اتعاملت معايا ورجع لكم تاني شباب. عامل كام؟ دخلنا بقى عند عم عادل يا باشا. انت بص بقى عم عادل اللي عامل الجدل. عامل ايه يا عم؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ صحه والسلامه حبيبي. ندبه رمضان جايبين عجله ايه عشان ناخد جزء حمام نركبه ناكله. ايه يا عم الجمال ده؟ لسه عم عادل راجل محترم والله. هنجيب لكم برضو كفيزة غليل ديبيح كفيزة غليل صفر ورقة عندهم. لسه عم عادل. يلا عم عادل قول لنا اسعار يا حاج. زغلولين الصفر دول يا عم عادل دول عاملين 250 جنيه 250 جنيه واضح عاملين هنا شبابات عمان. بتاع ايه؟ وادي زغلولين هما دول زغلولين جريزلات بكام دول يا عم عادل؟ دول عاملين 150 جنيه. ودي انت يا شربز دول زغلولينهم بكام يابا؟ دول كده دول كده عنبره رجاله من السوق عاملين 170 في زغلول هنا ذكر وطاطا يا رجاله اشرب سمكه ابتدوا حلوة. بص الناس بكام؟ عامل 400 في اتنين عنبرة ده بنيدية وده يا استرالية دي ماشي عامل 2.5 2.5 كل ده عشان رمضان. وادي انتهى يا بني ده يا خشك بكام هي والعنبر؟ والعنبر عاملين وادي العنبر اهو كام الكيلو؟ 52 ماشي عم بصوا بدا يزحم. ده زاد في بني سويف. في بني سويف؟ ذكر برضه حمام جامد وما بيلعبش. بكام؟ بتعمل 100 جنيه. عامل 100؟ الصبح كان معايا انا الحمد لله 35 واحد الحمد لله. الحمد لله. لا ده انت كده بقى كل رضانا فيهم الحمد لله. الحمد لله. النهارده كله رزق. كله سنه وانتم طيبين. الراجل الطيب ده زعلان. يا اخويا ده اخويا الزواج مش احتاطه معايا والله. والله مش احتاطه معايا. عامل جيوزه غلال ليه؟ اديله لعينيا. ماشي يا عم عادل. تعال نخش بقى كده حاره الغزار بقى يا شباب نجيب لكم كام واحده هنا في تركيا شوف. يا مدحت وادي قص بنايز ده مدحت انت يا بشار على مدحت كان الراجل ابو مجدي غريب. وادي كام واحده ام زغليل ابو مجدي ايه يا حاج؟ ركب العجله وصورت وبطه زقته نتايه روحانيه دي. البناية ده بكام يا مدحت؟ وادي في كام واحده هنا بس في بقى بيشتروها كام واحده هم بيقعدوه بقول لك يا صاحبي بوك الشوا الصوفة يا صاحبي
فوق. ودي هنا ايش المنادي الصوفات دي ما شاء الله عليها. بص عاملين ازاي ده كله فاضي بقى زي ما انتم شايفين يا رجاله. برضو انتم عارفين اللي يوم الجمعه ده في شهر رمضان، شهر رمضان بيبقى خفيف برضو، الناس بتسهر جامد والسحور والكلام ده كله يا رجاله، ف بيبقى خفيف شويه. تمام تعال نخش هنا. السلام عليكم كل سنة طيب يا باشا، عامل ايه؟ كل سنة طيب يا حبيبي. حبيبي يابا عامل ايه؟ نهارك زي العسل، ملك الأربجون. أبو أشرف أبا يا رجالة، نبدأ نخش حارة الوزار كده زي ما انتم شايفين. شادي هو بس الرجالة كل ده هنا، الصف ده كله فاضي. دول حمتين بقى الدكتورة هو ذبيح بتاع سبع الفل. عامل ايه؟ يا اخبار السوق قليل ها؟ عم ماشي عنده شوية هو رجالة خصوص بقى و... العز دي بيه العز بيه عنده شوية. بس الصف ده كله فاضي اهو زي ما انتم شايفين بقى، وانتم عارفين الصيام الشهر المفترض. بص الشراخ دول على اليوتيوب صورنا صورك حبيبي. عامل ايه؟ ايه يا باشا؟ لا عنده وشاد ان شاء الله. صباح الفل ابو شاد، عامل ايه يا حبيبي؟ كل سنه طيب حبيبي. يا جعفر على اليوتيوب مسود وجعفر قص مع بعض. كام لقطات ابو شاد؟ عنده كام؟ 500. نطلع على البنادق 400. هاتهم هنا كده دلوقتي. ماشي يا ابني انا شفتهم حلوين بنفسي ان شاء الله. بكام برضو؟ 300. لا الله اكبر ماشي اهو. في حاجه تطلع من هنا؟ ماشي. حط زعلون بوزات او 200 جنيه. ما شاء الله السكرتات ما يطلعوش يا بشادي؟ لا بتنططوا. بكام؟ ب400. ماشي تعال نصوره طلعهم يا بنت. مش حظ فيهم خلي بالك يا ابو سعد. لا ربنا يكرمك خلي بالك. لا بسم الله ما شاء الله حلوين. هو زغلول لوحده جامدين وشادين جامدين وشادين حلو. عمر حدهم بحديش حظ فيهم والله. ما واحد دول عصب الخير. في اثنين اشد منهم ب 300 لو عارف اشد منهم. تعال نخش هناك كده. التانيين بيدفعوا من سنه. ماشي. هات دول الاجر بالظبط. هو معاك نفس الشنطه ولا دول الشنطه اللي عندي؟ لا لا. بسم الله ما شاء الله. باعوا. ربنا يبارك لك فيهم. في زعمون استرالي كورك. كويس قوي. كورك. لو عاوز. استرالي كورة. الحمتين ونزل الزرق ما شاء الله. حاول الزغليل دي قبل ما اللي يطلع بقى كده. طب ما توريهم لي كده يا صاحبي. ما شاء الله. وادي الزغلول اخويا شرب بندق.
هاتوا ماتوا مشادي طلعهم طلعهم من الروم صغر واحدة عندك بقى بتاعه برضو ابن احسن صغر غالي ربنا بارك لك فيه ان شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يرضيك فيه ان شاء الله طلعهم طلعهم طلع له اي صح كده شوفك انا على طول حبيبي يا فؤاد حاجه يلا روق كده الدنيا في ارمي ارمي ادي لابوك ها ادي لابوك سيبنا ما شاء الله بشكل ايه خد يلا سيبه شويه لا يا باشا هيتنطط بس اللي معانا بالكير انت تدشرهم دشار حلو بس لقطاطه ب 300 لقطاطه ب 300 ماشي لو عايز منه 50 و250 الحم تمام ده ب 100 ده ب 100 لوحده بسم الله ما شاء الله طلع طب السكرتات والقشر بقى دول ما شاء الله في سكرتات هنا ايه ضربين سكرتات بسم الله ما شاء الله زارو الدريان بس تعمل ازاي طب ما قال انت مالكش دعوة مع هو عشان انت ما لمسش الشاشة ما بتلمسش الشاشة ما بتلمسش الشاشة دي فتح الشنطة طب بنتين يعني الزغلولين ب 400 ابو مير يا بيه والمياه ربنا يبارك لك يا شادي ماشي يا شادي مش كده الجلة الراجل ده لسه شاريهم خليكم معانا يا شباب لا حبيبي ربنا يصلح صوتكم يا رب حبيبي صباح الفل ابعد نخش كده ونرجع لكم تاني رجالة يا حب عامل ايه كل سنة طيب يا حبيبي نتاية دي ها اوكي ده بسم الله على الصمايم في هنا شويه في وادي نمسا من كام السؤال بلقى السؤال دي يا اخويا وادي الدخر نفاخ من كام بلقى السؤال دي وادي بقى وادي حركة كويسة بسم الله ما شاء الله بص بصوا النهارده وادي قصة الشربنادي في كم واحدة هنا اهوت النار ده يعني كم زغلول بس بعد شوية زغلول كده دبيح ودي كم زغلول 220 ودي زغلول محتاجينها الدبيحة يا رجالة دي زغلول الدبيحة هي فطيرة خضراء هنا شوفوا ده ان شاء الله يا شباب بقى نثبت لكم الدنيا بالنص بس يعني ممكن ما تكونش اسعار بس بتهيألي دي تكون تعالى يا رجاله نخش الدنيا بصوا بقى يا رجالة بقى كده نجيب لكم حمتين كل سنة طيبين السلام عليكم حبيبي يا باشا الله أعلم كم الأصل ده؟ 1500 ودي كم واحد؟ مقاطعة كويسين الله أكبر بس خليكم معانا يا رجالة كده نخش نجيب لكم
اقسم بالله بس في كم واحده شعب هنا هو تنجليز على حامتين كويسين كويسين على قد الايد قد الناس كده. بص خش جوه بقى ارجع لكم تاني دي بقى يا رجاله. بص السوق كده احنا كده دخلنا حاره الغزار زي ما انتم شايفين. اقول لكم السلام عليكم يا رجاله. كام الشخاشله دول اخوي؟ 600 جنيه الشخاشله. كده شويه السوق زي ما انتم شايفين يا رجاله. السلام عليكم باشا عامل ايه؟ تابع نفسجيه ديت بتاع صفراء اللي عندك ذكر اللي انتهي. عندي ذكر وفي عيل ما انتهي لسه بقى نجيب لها ذكر. اجيب له ذكر اجيب لها انتهي بس مش دلوقتي. ما شاء الله وادي السوق كله زي انتم شايفين يا رجاله. وكده نكون خلصنا تقرير السوق. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.